واش ممكن يعني على سبيل الشرح ولا سبيل الفهم شرح لنا شنو واقع وشنو وقع، علاش هذا الارتفاع القياسي الان حاليا في اثمان المحروقات اللي عمر شي واحد فينا ما شاف الثمن هذا؟ فين كنتو ملي كان البترول ب 20 دولار ولا 30 دولار في 2020؟ ليسانس وديزل اللي تكلمتي عليه ارتفع بتقريبا واحد 70% عام على عام، الغاز الطبيعي تزاد 300%، الفحم تزاد ب 500%. واش المغرب اليوم في حاجه الى مصفات؟ هذا السؤال واش تقدري تجاوبي نعم ام لا؟ واش اليوم المغرب محتاج مصفات؟ انا عارفه بلي وقال شي ناس ما غيعجبهمش الحال، ولكن الجواب القصير هو لا. 120 دولار للبرميل عاوتلا عيا، وكاين توقعات كتقول بانه يقدر يوصل 150 دولار للبرميل، واش كتاخذوا هذه التوقعات بجدي؟ ولا وصل للبرميل 150 ل 200 250 شنو خصو يدار؟ ديك البوطه ديال الغاز يعني بحال ذاك المواطن العادي اللي عنده بوطه وحده بحاله، بحال ذاك مثلا مول المطعم او الفلاح اللي كيستخدم 30 و 40 و 50 بوطه. فاحنا خصنا نبداو هذه القضيه دي بان فيها واحد غير عادل. بطبيعه الحال التعليق فهو يكون على قطاع الطاقه والمحروقات. الراي العام الوطني والمواطن المغربي اصبحوا مشغولين بواحد القضيه ديال ارتفاع ثمن المحروقات، يعني ليسانس المازوت بواحد الشكل اللي هو غير مسبوق. السيده ليلى بن علي، انت وزيره الانتقال الطاقي ولكن انت ايضا خبيره دوليه في مجال ديال الطاقه، يعني واش ممكن يعني على سبيل الشرح ولا سبيل الفهم تشرحي لنا شنو واقع وشنو وقع، علاش هذا الارتفاع القياسي الان حاليا في اثمن المحروقات اللي عمر شي واحد فينا ما شاف الثمن هذا، يعني سواء في المغرب او لا ايضا في العالم، ولكن الان فيما يخصنا في المغرب شنو وقع؟ هو الارتفاع غير مسبوق. حنا تنعيشوا واحد العام اللي هو فيه واحد مجموعه ديال الاسباب اللي هي طبعا خارجيه وداخليه، طبعا باش اللي تنلقاو فيها واحد الارتفاع اللي هو غير مسبوق وتاريخي للاسعار ديال الطاقية بشكل عام والمحروقات بشكل خاص. ليسانس وديزل اللي تكلمتي عليه ارتفع بتقريبا واحد 70% عام على عام، الغاز الطبيعي تزاد 300%، الفحم تزاد ب 500%، والمواد الأخرى حتى هي تزادت بطريقة غير مسبوقة. يعني ماشي فقط بأنه المشكل مرتبط فقط بالأزمة اللي وقع في الحرب في أوكرانيا، ولكن هي عوامل ربما هيكلية قديمة، وبانه هذا غير زاد سرعه هذا المشكل اللي وقع، زاد سرعه ديال اوكرانيا الحرب في اوكرانيا. تماما. هو المشكله ديال التذبذب ديال الاسعار ديال الطاقه بدات في الحقيقه بيني وبينك من 1998. البرميل حاليا اوزالونتور 120 دولار للبرميل عاوتلا عيا، وكاين توقعات كتقول بانه يقدر يوصل 150 دولار للبرميل، واش كتاخذوا هذه التوقعات بجدي؟ ولا وصل البرميل 150 ل 200 250 شنو خصو يدار؟ واش ممكن مثلا بانه يتم تسقيف اسعار المحروقات مثلا، يعني بان نجيو نسقفوا اسعار المحروقات في واحد المستوى معين، واش هذه الامكانيه مطروحه ام لا؟ الدعم ديال ماده البوطان في سنه 2022 يقدر يطلع اكثر من 10 مليار ديال الدرهم. هذا الدعم اللي هو غير مستهدف افقي، المستهلك الكبير والمستهلك الصغير كيحتوى كيستافد من هذا الدعم. يعني بحال مثلا نفكروا هذيك البوطه ديال الغاز، يعني بحال ذاك المواطن العادي اللي عنده بوطه وحده بحاله بحال ذاك مثلا مول المطعم او الفلاح اللي كيستخدم 30 و 40 و 50 بوطه. فاحنا خصنا نبداو هذه القضيه دي بان فيها واحد غير عادل هذا الدعم هذا. شنو هما الحوايج اللي يمكن دار من اجل التاثير من الحد من التاثير على ارتفاع الاسعار المحروقات على القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي؟ يعني ذاك الانسان المواطن الصغير البسيط اللي مثلا كيركب مثلا واحد الطوموبيل ديالو باش يمشي للخدمه ديالو او يوصل ولادو للمدرسه، في كل لتر ديال المحروقات فكاين واحد جوج ضرائب، هي كاين لاتيك بطبيعه الحال وكاين التيفيا. لاتيك اللي هي ربما هي ممكن بانها تكون واحد الاليه من اجل الحد من اثار هذا ارتفاع المحروقات، يعني بان في كل لتر مثلا ديال المازوت كاينه 2.40 جدران فاصله 40 ديال الضريبه على المازوت و 3.70 درهم ديال الضريبه على الليسانس. واش الدوله ما عندهاش القدره، ما عندهاش امكانيات، ما عندهاش الرغبه، او الحكومه كتكلم الحكومه بانها تنقص من هذه الضريبه هذه او تخلى عنها مؤقتا يعني على هذه الضريبه لتخفيف من الاثار ديال هذا الشيء اللي وقع؟ يعني هذا الاقتراح اللي جاب سي عبد الله، يعني خفض الضريبه، يعني راه كنتكلموا على الخفض ديال المداخيل الضريبيه اللي ما كانتش مبرمجه في قانون الماليه 2022. ماشي احنا ما قلناش للدوله انها تسمح في واحد المداخيل كانت مبرمجه، الى كاينه مداخيل ضريبيه اضافيه، يعني الحكومه استغلت هذه الزياده ديال الاسعار ديال النفط ديال المحروقات باش تعزز المداخيل الضريبيه اللي ما كانتش مبرمجه في قانون الماليه. وحتى يعني كان واحد الاجراء رمزي، حتى العجز ديال 25 مليار درهم ما كانش محسوب. هذا العجز ديال المكتب الوطني حتى هو راه دعم.
هذا الشيء راه تخص واحد التوازن، خص مساله التوازنات الماليه، مساله التوازنات الماليه واقتصاديه. الحكومه بانكم تحتوا شركات توزيع المحروقات باش يخفضوا شويه من الهامش ديال الارباح ديالهم. نتوما في اطار اللقاءات ديالكم مع الشركات ديال توزيع المحروقات، واش لمستوا بانه كاين واحد الاستعداد من عندهم انهم يخفضوا شويه من الارباح ديالهم ويساهموا حتى هما مع الدوله في التخفيف ديال الوطأة ديال هذه الظرفيه الصعبه على القدره الشرائيه؟ هذا سؤال اللي خصك توجهه للمجلس المنافسه، لانه هو اللي تيقوم بالدور ديالو ك احنا بعيدا عن الشكوك على الارباح، واش كاين اتفاق وداك الشيء. هذاك الشيء بطبيعه الحال ملف اللي غادي في المنافسه وكيتسنى القانون ديالو من عند الحكومه الى غير ذلك. انا تنتكلم على الدور ديالكم انتم كوزير وصيع القطاع في اطار اللقاءات ديالكم التشاورات ديالكم مع الشركات. التشاورات كاينين، واش الشركات انهم يقوموا بدور بمجهود التشاورات كاينين بطريقه دوريه. وكيف ما تكلمت انا، حنا عندنا هذيك اللجنه ديال الطاقه اللي كتشتغل على هاد الاسئله الانيه والاسئله المتوسطه المدى، باش تخلينا ناخذوا قرارات اللي هي انيه وشامله لكاع الاكراهات اللي هضرت عليهم. كاين عندك ايضا واحد القضيه اللي مرتبطه بهذا الشيء ديال المحروقات، فهناك اصوات داخل المجتمع المدني والحسيس كتنادي باعاده تشغيل مصفات لا سامير. يعني سامير كنعرفوا بان منذ سنوات فهي متوقفه على العمل، خصوصا في ديال الازمه الحاليه. واش الحل ماشي هو التاميم ديال لا سامير واعاده التشغيل ديالها، مما يمكن ربما باش يساهم في تخفيف ديال هاد الازمه الحاليه؟ واش لا سامير بان تعاود ترجع تخدم وبان الدوله تدخل وبان تم التاميم ديالها ناسيوناليزاسيون لا سامير، واش ماشي حل ايضا من التخفيف ديال الازمه هذه؟ اش التصور ديالكم هذا الملف هذا؟ كاين حتى احزاب سياسيه اللي فعلوا طبعا اللجنه ديال اليقظه الاقتصاديه ديالهم وتكلموا على طبعا على واش لا سامير حل ولا ماشي حل الاسعار المحروقات. انا الرساله ديالي هي رساله بسيطه. الملف ديال سامير هو ملف معقد جدا، ديال اللي هو نتيجه مشاكل اللي تراكمات العشرين سنه، مشاكل عميقه واللي تراكمات ما بين المستثمر والدوله المغربيه، الحكومه المغربيه. فاليوم الملف موضوع كيف ما تعرفوا امام القضاء الدولي ايضا، ولكن هو موضوع استثماري اكثر ما هو موضوع اللي كيمس المحروقات. علاش؟ لانه التكرير ديال البترول في 2022 راه تبدل، ما بقاش بحال في 1970. التكرير ديال البترول اليوم، المصفات اليوم باش تكون تنافسيه خاصها تكون دير على الاقل بعض المرات الحجم ديال لا سامير، خاصها تكون كومبلكس مركبه ماشي اون غافينغي سامبل، خاصها تكون منسجمه مع واحد لو كومبلكس ديال البتروكيماويات. ما بغيتش ندخل في التفاصيل التقنيه، ولكن غير الميساج هو انه هذا التساؤل اللي اليوم انا للوزاره، هذا سؤال اللي هو ما مرتبطش بالتساؤل على الاسعار ديال المحروقات في 2022، ولكن التصور ديال الوزاره هو تصور اللي هو شفاف. كان وانا كنسمع الجواب ديالكم سمعتكم قلتوا بانه باش تكون يعني تنافسيه عند المصفات ديال المحمديه خاص يكون الحجم ديالها كبير بعد الخطرات وهذا. وانا كنستنتج بانه كاين واحد السؤال عريض وفلسفي، واش المغرب اليوم او اقتصادي كذلك، واش المغرب اليوم في حاجه الى مصفات؟ هذا السؤال واش تقدري تجاوبي نعم ام لا؟ واش كتسول وزيره الطاقه ولا كتسول خبير فاعل سياسي ولا كتسول خبير؟ الا بغيتوا الراي ديالي، وماشي بوحدي اللي تنقول هاد الهضره، راه جوج وزراء قبل مني كبيره اقتصاديين في منتدى الطاقه الدولي، حتى جوج وزراء قبل مني قالوا نفس الهضره. اليوم في 2022 السوق ديال النفط ليكيد، ممكن نشريو النفط بطريقه مباشره، ما كاينش واحد تساؤل على لي زابروفيزيونمون، على الشراء ديال هاد المواد الطاقيه، يعني التدبير والتوفير ديالو. فواش اليوم المغرب محتاج مصفات؟ انا يعني عارفه بلي وقال شي ناس ما غيعجبهمش الحال، ولكن الجواب القصير هو لا. صافي.
ولكن كاينين كنشوفوا حلول اخرى. الى سمحتي الوقت كيدا جاوبوا على راسنا. هذا واحد السؤال اللي تكلمنا عليه بزاف في البرلمان، فتنطالب انكم ترجعوا لانه ما عندناش الوقت وقيله بسرعه ممكن لا هي لا لا سمير لا سمير المكتب الوطني للهيدرو ما عمرك جاوبتي على هذا السؤال. المكتب الوطني للهيدروكربونات لم يتلقى الضوء الاخضر لتدبير لبدايه عمليه التخزين في لاسامير. علاش؟ غادي نرجعوا لهذا التفعيل ديال السيناريوهات ديال لاسامير بما فيها التخزين في الوقت المناسب. فين كنتو ملي كان البترول ب 20 دولار ولا 30 دولار في 2020؟ جينا حتى 120 دولار وعاد بغينا نفعلوا واحد ستوكاج اللي كان خصو يتفعل في 2020. التعليق ديالك على الخبر هذا؟ يعني الصفقه ديال الغاز فين وصلت؟ الى زعما بكل بساطه عطينا المعلومات، الصفقه ديال الغاز ديال شراء الغاز الطبيعي المسال ديال المغرب في السوق الدوليه فين وصلت والكميات وشكون هما هاد البلدان اللي غادي يوردوا المغرب بالغاز الطبيعي؟ واش ممكن اليوم تعلني المغاربه الهويه ديال هاد الموردين؟ في استراتيجيه الطاقيه راه ولفتكم على واقيلا ما ولفتكمش على البساطه، ولفتكم على الشفافيه. ففيما يخص الغاز الطبيعي كيف ما قلت لكم انا كاين واحد هادي كيعاون في واحد الاندماج الجهوي، فهو من ضمن الدبلوماسيه الطاقيه والتنمويه ديال البلاد. فكاين الطريقه باش اشتغلنا مع الدول المجاوره ومع لي بارتنير ديالنا، اشتغلنا كيف ما كنشتغلوا كيف ما بغى سيدنا نشتغلوا بكل هدوء وبكل مصداقيه وبكل استباقيه وبكل شفافيه. فغادي نعلنوا على داكشي اللي خصو يتعلن في الوقت المناسب بكل هدوء، فغير باش تكونوا كلكم مرتاحين. الحمد لله الامن الطاقي ديال البلاد متوفر وان شاء الله ما يكون فيه حتى شي مشكل في هذا الصيف. وغادي نعلنوا على داكشي اللي خصو يتعلن بكل شفافيه كيف ما عطينا كيف ما اتفقنا مع البلدان اللي خدامين معاهم في هذا السياق، كيف ما اتفقنا مع الصحافه والراي العام.